حفظكم الله. يقول: ما حكم قول يا حمام الحرم سلم على رسول الله، حيث يكثر هذا القول في الأناشيد؟ حمام الحرم هو يسلم، هذا من جهليات الشعراء. نعم. يقول حفظكم الله: ماذا قصد المؤلف رحمه الله؟ ولا يوصى، حتى الإنسان ما يوصى إذا سلم لي على رسول الله. سلم عليه أنت، صل عليه في أي مكان، صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، لست بحاجة إلى أن تتوصي أحد. نعم.